بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد عليه وعلى أهله أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، هذه رسالة موجهة إلى مشايخنا الكرام في منطقة الأحساء والقطيف. هذه الرسالة من شخص مصاب بمرض فقر الدم المنجلي السكلسل، وصاحب حسابات تثقيفية لأمراض الدم الوراثية. هناك من يعلم وهناك من لا يعلم بأن نسبة إنجاب الأطفال المصابين بأمراض الدم الوراثية في ازدياد، وهذا يعود لإصرار شبابنا وشاباتنا على إتمام الزيجة والزواج حتى بالرغم من عدم مطابقة تحليل ما قبل الزواج. للأسف هناك الكثير في المجتمع ما زالوا يصرون على الزواج من بعض دون الاكتراث إلى العواقب القادمة في المستقبل. هناك حملات تثقيفية من قبل المستشفيات، من قبل الدكاترة، هناك حملات تثقيفية من أشخاص باجتهادات شخصية، وأنا منهم شخصيا، ولكن بسبب إصرار الكثير من المتابعين والمتابعات هنا في المنطقة خصوصا بأن أصور هذا الفيديو وأرساله إلى مشايخنا الله يحفظهم بأن يحطوا هذا الموضوع في عين الاعتبار. مشايخنا الله يحفظهم من على المنابر بإمكانهم إرسال أي شيء أو أي موضوع يخص المجتمع، فهذه إحدى المشاكل وإحدى المواضيع الرئيسية التي مسببة أزمة كبيرة جدا ومشاكل كبيرة جدا في المجتمع. فمن هنا أطلب من مشايخنا الكرام الله يحفظهم بأن يتكلموا عن المواضيع هذه. لماذا الإصرار على الزواج من الأقارب أو الزواج من الأشخاص التي لم تطابق نتائج التحليل معهم، ازدياد نسبة ولادة أطفال مصابين بأمراض الدم الوراثية؟ نرجو منكم يا مشايخنا الكرام الله يحفظكم تحطوا هذا الموضوع في عين الاعتبار، وأن توصلوا رسالة إلى المجتمع بأكمله وتثقيفهم وتوعيتهم، عل وعسى تكون رسالتكم أنتم أقوى من رسائلنا اللي قمنا فيها واللي سويناها على مدى الفترات اللي مضت. ولكم جزيل الشكر والامتنان، ابنكم الصغير حسين قريش. شكرا جزيلا.